لنذهب إلى شكرا. موضوعنا الرئيس سيدي الكريم. الجزائريون بأكثريتهم وخاصة جيلي وجيل الشباب الجزائري كثرت عليهم الأسماء وكثرت عليهم الحركات الأمازيغية. إلى أي حركة أمازيغية ينتمي السيد صادق أقرور؟ وما هي الحركة التي ترونها لها الأكثر اندماجا في الشعب والتي تجيب الأكثر لمطالب القبائل في الجزائر؟ شكرا. هذه قضية مهمة، قضية الهوية. أولا أنا ما سميهاش قضية أمازيغية، قضية الهوية، الهوية الأمازيغية في الحقيقة تاع البلاد، قضية في إطار هذا العولمة. الآن كل الشعوب راهي تحاول باش يعني تصدى يعني التصدي. احنا في رأينا لازم التصدي على أساس طبقي، ما يكونش على أساس لا لغوي ولا ديني ولا عرقي ولا حاجة أخرى، لكن الجانب الثقافي الجانب الهوي ايضا يدخل ضروري فيها في التصدي ضد هذا العولمه الوحشيه تاع الراسماليه العالميه. دونك هذه يعني راكم نشكركم كي تخموا على هذه الحوايج واللي ديروا توعيوا ثاني اخواننا الجزائريين والافارقه يعني حول هذا الاشياء. دونك انا مناضل من السبعينات في هذه القضية. هذه القضية كنا احنا كانوا نخمو يعني في هذا الوقت كنا نفكروا بصفة عنصرية، بس كاين ديكتاتورية تامة في زمان يعني تاع الراحل بومدين، ديكتاتورية تامة يعني ما عندناش الحق نهضروا الأمازيغية لا في الشارع ولا في خلال استراحة يعني في المدرسة، ما قدرناش هذا. دونك يحبطوا نيزون بوسي ا ديفونير ان بو راسيست يعني اونتي عرب اونتي الاخر. من بعد بيان سور كبرنا فهمنا القضيه بلي القضيه ماشي قضيه نتاع العنصر عنصريه ولا حاجه اخرى. قضيه هي قضيه نتاع التاريخ، نتاع التاريخ تقدير اللي عنده الفكر الديني واللي عنده الفكر العلماني اللي يقول لك باللي يعني الانسان ولد ادم وحواء، ولا يقول لك الانسان حسب النظريه نتاع داروين نظريه التحول. هذو كاع الناس كل الاطراف اعترفت باللي السكان الاوائل لشمال افريقيا، السكان الاوائل هم امازيغ. هذه كل السلطات وكل يعني توليز هيستوريا الهيستوريوغرافي الكتابات كلش الناس تعترف بأن السكان الأوائل مهما يكون المجيء تاعهم هم أمازيغ. بعد هذا الأمازيغ الشعب اللي يعني من سوى من مصر حتى لزيل كناري حتى المالي النيجر التوارق اتسيتيرا الموريتانيا لي مور، هادو كاع أمازيغ الناس كاع تعترف بهم. جاو الآن الفينيقيين ولا جاو الرومان ولا جاو الوندال ولا البيزنطيين ولا العرب ولا الاسبانيول ولا الأتراك ولا الفرنسيين، جاو لبلاد الامازيغ. دونك حقيقة تخلطت. مي حنا كيفاه نطرحوا على القضية؟ نطرحوا باللي الشعب نتاع شمال افريقيا هو شعب امازيغي، سواء يتكلم بالامازيغية نتاع يعني الشاوية ولا الترقية ولا الجربية نتاع تونس ولا ما على باليش اتسيتيرا، ولا يتكلم باللغة الدارجة بالعربية. لي زارابوفون لي بربروفون لي مازيغوفون سون توس دي امازيغ. دونك اون با دو بروبليم اتنيك، حنا شعب واحد ما كاش مشكلة. هذه لازم كل الناس يفهموها. طرحها كاتب ياسين صافي يعني المرحوم يعني ياسين صافي منذ عشرات السنين، وطرحوها الاخرين. احنا ثاني كنا نمنو بهالي. مشات الجزائر مليح، مشات بيان يعني خاصة في يعني الربيع نتاع 80 وشاف ربيع نتاع 84 سيك كانت في الخفاء. النضال حول الامازيغ كان في الخفاء ولا في العلنيه، ولا برك في العلنيه. بعد ما ولا في العلنيه ولا يعني قضيه وطنيه والناس يا يعني دي سيتي فيها ندخلوا، كاين الوهرانيين معنا، كاين التوانسه، كاين المغاربه، كاين كلش. دونك ولات قضيه شمال افريقيا، شمال افريقيا وقضيه جزائريه، يعني بالنسبه لينا احنا قضيه جزائريه. هذه هي احنا في هذا سميناه حركه الثمانينات. الحركة الثمانينات من الحركة الثقافية الأمازيغية. كنا نخدمو في إطار الجامعات، في إطار جامعة قسنطينة ولا جامعة الجزائر ولا جامعة تيزي وزو ولا سطيف ولا باتنا،
حنا في اطار الحركه باسكو في الوقت هذاك الحزب الواحد دونك ما كانش دي زيسباس ليبرتي هكا لي زيسباس ليبرتي كاينين داخل الجامعه جامعه نتلموا قلنا يعني كل لائحات كل حاجه نديروها نسميها الحركه يعني الحركه الامازيغيه والحركه الثقافيه الامازيغيه بعد التعدد نتاع 88 ابري اكتوبر 88 كاين حزب قال لك حنا دروك الحركه هذه تولي حزب وكل الناس كل الامازيغ يجيو في هذا الحزب سي لو ار سي دي دونك راسمون بور لا ديموكراسي لا كولتور تجمع ديمقراطي وثقافي لو ار سي دي حنا كنا من الناس اللي قلنا هذه القضيه ما نقدرش نديروها في حزب لازم تكون تبقى حركه دونك درنا هما داروا حزب وحنا درنا ثاني وعرضناهم ل لو دوزيام سيمينار باسكو جو كونسيدير كو البرومي سيمينار تندار في اوت 1980 بعد ما خرجوا الزملاء خرجنا كاع من الحبس يعني في الثمانينات في السنه تاع 80 والدوزيام سيمينار درناه اون 89 بقات اسم هذا يعني لو ام سي بي ولا الحركه الثقافيه الامازيغيه ولا يقولوا البربريه نقولوا الامازيغيه لمت كل الناس في الشرق في الغرب في الجزائر يعني قبائل النابيين الصيفيين ما نقولش العرب يعني انا ما نقولش باسكو كلنا امازيغ نهضروا باي لغه اللغه ماشي هي المشكل اللغه هي وسيله برك مين سيدي صادق لنبسط من فضلكم الامور الاشكال لسيد المشاهد ما هو المطلب الرئيس للحركه الامازيغيه هل صحيح أن المطلب الرئيسي هو اتخاذ اللغة الأمازيغية كلغة وطنية للجزائر؟ نعم نكمل برك دونك بعد هذا 90 يعني 91 كاين مناوشات كاين سياسية كلش في الحقيقة ما بقاتش حركة أمازيغية بقات أحزاب بقات تجمعات هكذا لكن ما زلنا نطالبوا وكملنا نطالبوا عندنا في 2001 في 2001 باغ إكزومبل كاين مكسب كاللغة هذه اللغة هذه مثلا احنا بالنسبة لنا تحققت في 25 جانفي 1990 عندما درنا مسيرة قدام يعني مقر مجلس الشعبي الوطني واعترفت الحكومة 24 جانفي بتأسيس أول معهد الأمازيغية ودرناه في تيزي وزو نعم هذه دونك دخلت المدرسة وبعد كانت سياسة سياسية داروا بويكوت 94 وتو بعد بقات ولات افكتيمون ولات المطلب بالنسبه للاغلبيه الناس اللي ماشي واعيين يعني ما فهموش القضيه في الحقيقه بقات يعني اللغه الامازيغيه رسميه يعني وطنيه ورسميه حنا نقولوا قضيه اللغه حقيقه سي تان بيليي يعني دعم تاع الهويه لكن اساس الهويه لكن ماشي وحدها المشكل ليس لغوي القضيه تاع اللغه راهي لغة وطنية بعد 2002 خلاص راهي في الدستور نعم. لغة وطنية الآن نعم. قضية اللغة راهي في الجامعات راهي في, نعم. في الابتدائية راهي الناس تقراوها ما زال لم تعمم في الجزائر راهي ثاني في المغرب كاين انستيتيو رويال اتسيترا الناس تقرا الأمازيغية ما كاش مشكل المشكل هو مشكل هوية أنا بصفتي والناس تفكر كيما أنا هو مشكل هوية احنا ما عندناش ان بروبليم إثنيك في الجزائر ولا في شمال إفريقيا احنا شعب واحد شعب أمازيغي مهما تكون اللغة اللي نهضرو بها اون فرونسي اون عربي اون تمازيغ فيها اوكي بروبليم هذه هو مشكل هوية نعم أنا اليوم ما هي هذه الهوية التي تطالبون بها احنا المطالب شوف مطالب تاع 8 واش كاين الاعتراف بالهوية الأمازيغية للشعب الشمال إفريقي والشعب الجزائري خصوصا نعم ثانيا الاعتراف باللغة الشعبية اللي هي العربية الدارجة لاراب بوبولار وتمازيغ بكل يعني فروعها نعم. هذه ثانية المطلب الثالث هو الديمقراطية والمطلب الرابع هو إعادة كتابة التاريخ ما يزيدوش يقولوا نحن جينا من اليمن ولا احنا عرب ولا التاريخ نتاع 54 62 على بالناش علاش اعتقل فلان ولا علاش فلان لا ايتي اساسيني هذه المطالب ربعه نتاع يعني الثمانينات دونك المطلب اللي بقى يعني الاخر هو الهويه شوف نعطيكم مثال هاو دروك انا نحس روحي امازيغي انا نساند القضية الفلسطينية ليس من باب أنا عربي ولا شقيق ولا خير من باب الإنساني ومن باب العلمانية يعني الانترناسيوناليزم من باب الحق يعني مع الشعب الفلسطيني وعلى كل مظلوم في كل عالم سيدي صادق كيف تجيبني إذا قلت لك بأنني أنا أمازيغي
جزائري أعتبر نفسي أمازيغي لكنني لا أتكلم اللغة الأمازيغية. هذا ما نريد، نريد أن يكون يقولوا الناس احنا الآن نحضروا بالعربية. نعم، ولكن تحولوا بالعربية، العربية هذه تاعنا، اللغة تاعنا. لكن في قضية الهوية سيدي صادق لم تدرجون المكسب، مكسب اللغة العربية.